تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الاثنين القادم، ذلك ما تم إقراره خلال المجلس الوطني الطارئ والعاجل الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، والذي حضرته كل الهياكل الممثلة للقضاة وأكثر من 1000 قاضي عدلي وإداري ومالي جاءوا من مختلف ولايات الجمهورية ليؤكدوا رفضهم للأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاض. إجراء التعليق جاء كرد على قرار الرئاسي وصف بالمظلمة في حق القضاء التونسي. رئيس الجمهورية بقرار أحادي فردي بعيد على كل الضمانات يتخذ قرار بإعفاء 57 قاضي، حب نقول الإعفاء هذايا هو عبارة على حكم بالإعدام على القضاة. أغلب الشهادات اللي سمعناها اليوم من القضاة اللي حضروا، قضاة معناها قالوا لا لانتهاك الحقوق، لا لانتهاك الحريات، في نفس الرائد الرسمي ينقح القانون والمرسوم اللي وضعه هو، يتجاوز المجلس الأعلى للقضاء المؤقت اللي وضعه هو واختار هو أعضاؤه. ووفق كل الهياكل الممثلة للقضاة يحرم القاضي من ضمانات التقاضي ومن حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه، على اعتبار أنه لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقضاة. كل قاضي تم عزله يستنى مآل التتبعات الجزائية ثم يقوم بالطعن، يعني يستنى سنوات، هذا في قطع أرزاق، هذا ظلم لجميع القضاة دون استثناء، لأنه أقل حاجة يتم سماحهم، وعنا مجلس أعلى حتى مؤقت، عنا مجلس أعلى هو اللي يتعهد بالأمور هذه. اللي نطالبوا به أنه رئيس الجمهورية يتراجع فورا على هذه القرارات الظالمة، ونقولوا اللي القضاة اللي ارتكبوا جرائم والقضاة اللي تورطوا في أي نوع من أنواع الفساد، جمعية قضاة التونسيين أول ما تحدث عليهم، وإحنا نطالبوا بالمحاسبة ولكن المحاسبة المنصفة. هذا وقد قدمت شهادات للقضاة المعزولين الذين كونوا تنسيقية يترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر، الذي تعهد بالالتجاء للقضاء الوطني والدولي. يعني حل المجلس الأعلى للقضاء لم يكفي، تنصيب مجلس مؤقت للقضاء لم يكفي كل ذلك، تولى تنقيح هذا القانون، أعد قائمة مسبقا وبمناسبتها وضع مرسوما لتنفيذ هذه القائمة، وأخرجت هذه القائمة بإعفاء قضاة لا علاقة للمسألة بمحاربة الفساد ولا بمحاربة الإرهاب. ويؤكد الهياكل الممثلة للقضاة أن المجلس يبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كل التدابير اللازمة.